المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم. صار عبد المنعم إسماعيل خليف استشهد 7 يونيو 1948 غزة. يزباشي أنور محمد الصيحي. يزباشي مصطفى كمال محمود عثمان استشهد غزة. هنا فلسطين من القاهرة. هناك أرض عربي احتلتها إسرائيل بالقوة المسلحة، ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها. ننقل رسالتنا أننا باقون هنا. تقدم للشعب المصري بجزيل الشكر والعرفان، بارك الله فيهم. مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية. هنا فلسطين من القاهرة، الخميس 5 مساء على قناة مصر الأولى.